شيرين رضا من النجمات اللي بتتفائل الشاشة فيهم بجمالها، حضورها، سقفتها، انفتاحها، والكتير من الصفات اللي جعلت منها نجمة من الطراز الرفيع. عاوز أقول لك حاجة، ملك الغابة مش هو الأسد، ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الأسد، والجورنال اللي أنا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. شيرين حالياً عم تتحضر للسباق الرمضاني ورح تطل بمسلسل شغل عالي للمخرج مرقص عادل، وبهالعمل بتتقاسم البطولة مع فيفي عبده ومجموعة من الممثلات المصريات والعرب. جاهزة يا فوفا؟ طبعاً أمريدي. طب تفتكري هم جاهزين؟ انتوا جاهزين؟ أغاني أغاني كانت التقت شيرين مؤخراً بدردشة عفوية تحدثت خلالها للزميل فراس حليمة عن مواضيع كتيرة، وأبرزها كان عن أصداء فيلم الأخير قمر 14. أنت عارفة أنه لو ما كنت بالفيلم كان رح يكون اسمه غير قمر 14؟ لا أكيد كان حيبقى اسمه 14. لا أنا بقول كان رح يكون اسمه غير. هو مستوحى منك الاسم أكيد يعني. بتعرفي قد الناس بتشوفك حلوة، قد ايه بتشوفك ليدي، قد ايه بتشوفك هيك يعني كلاسي ليدي، دايما بتجسدي صورة الست العربية والست المصرية تحديدا بأحلى صورة. Thank you so much. والله I try my best. أنا عاوزة إن الناس تشوف الستات حلوين وأقوية وجامدين، وأنا برو ستات. وأنت أصلا خلال مسيرتك كنت دايما مثال للست القوية اللي عندها مواقف، اللي تغلبت على كل الأشياء اللي قطعت فيها بحياتها وكانت أدقت حالها يعني. ما هو لازم، أصله غير كده حنهار وهعيط وحفشل، فلازم أقف وأكمل. هو الستات أقوى من الرجال على فكرة. لو بدك تقولي لي عن خلاصة لقمر 14، تقولي إنه هيدا العمل بختصره بهيدي الجملة، أو ترك عندي بداخلي أفلامك كتيرة وأعمالك كتيرة، هيدا العمل ترك عندي هيدي الخلاصة، شو هي؟ الحب بيوجع. الحب بيوجع. هيدا بس من الفيلم ولا من الحياة كمان؟ لا من الفيلم. الحياة؟ ما بيوجعش أي حاجة، مفيش حاجة بتوجعني. خالص؟ خالص. قد كده؟ الفيلم الحب بيوجع، الحب بظروفه بأشكاله بكل المواقف والقصص دي في وجع، احنا شايفين الوجع. خبريني شوي عن كواليس تصوير كيف كانت، يعني انت وخالد اوريدي اصحاب، وخبريني شوي كيف كان باك ستيج. انا وخالد كان اول مره نشتغل مع بعض، فكنت مبسوطه ان انا هقف قدام ممثل هايل، ممثل عارف ادواته، عارف يستعملها ازاي، عارف يستعمل صوته ازاي، نبره صوته بتخليك انت كبني ادم يعني ساعات اقعد اتفرج انا كمان وانسى اتكلم، يعني ما كانش عندي كلام. بس لا مبسوطه، انبسطت قوي ان انا اشتغلت مع خالد، وان شاء الله دي ما تكونش اخر مره. وكيف كانت اصداء الفيلم، يعني ممثلات صديقاتك اللي بتعرفيهم بيعطوكي رايهم بموضوعيه مش بس بيجملوكي، شو قالوا لك؟ انبسطوا قوي من الفيلم، انبسطوا من الفيلم. مين احلى تعليق؟ يسرى. شو قالت لك؟ هقوله لك بعدين. لا لا هلا هلا شو؟ هقوله لك بعدين صدقني. هلا قد؟ والتملى انا وانت، انا وانت، الحلقه الاضعف في الحدود. والتملى انا وانت، انا وانت، الحلقه الاضعف في الحدود. على كل حال انت قلتي انه اذا بدك تختاري فنانة لتكريمها بالمهرجان رح تختاري يسرى، وبهيدي الطريقة شاركتي يعني اللغط اللي كان صاير حول هيدا التكريم. لا هو يعني هو اكيد كان لغط غير مقصود، يعني ما حدش، كلنا بنحب يسرى وبنحترمها وبنقدرها، فهو كان لغط غير مقصود من الاستاذ انتشال، زلت لسان زي ما بيقولوا. فانا لما قلت كده هو انا ما قلتش علشان الموقف ده، انا قلت علشان انا من نفسي دايما بقول كده، يعني انا يسرى المواقف الانسانيه مش كفنانه، يعني هو المهرجانات تكرمها كفنانه، انما انا لما بيسالوني رايي انا بكرمها كبني ادمه، ازاي هي بتقف جنبنا كلنا، بتساعدنا وبتسمع مشاكلنا وبتحلها ومبتسيبش حد بصراحه، وتيجي تغدى معاك وتروح تعشى معاك. Beautiful, beautiful يعني.
هي شي ديزيرفز انها تتكرم كل يوم على اللي هي بتعمله. طبعا ست الكل. بدي ارجع شويه لموضوع يعني تحيزك للستات دايما بوجه الرجل. الرجل بحياه شيرين رضا كانت مساحته صغيره؟ لا، مساحته زي ما مساحته، يعني في ناس جم كانت مساحتهم كبيره، في ناس كانت مساحتهم صغيره. انا مش ضد الرجاله، انا ما بكرهش الرجاله. انا كنت دايما بتكلم في فكره ان انا فاشله في الجواز. فانا بالنسبه لي منظومه الجواز فاشله بالنسبه لي، انا ناجحه بالنسبه لناس كتير مش عارفه هم مين، بس جواز بس ولا الارتباط؟ لا الجواز. جواز، الارتباط لا. لا الارتباط بيبقى لذيذ، يعني دي العلاقات اللي انا بشوفها بصراحه. ما بديش مش بتشوفي، بدي تشوفي تعيشي. لا انا دلوقتي بشتغل بس. بس بس كل الحلاوه دي وكل الجمال ده بس في الشغل مركزين بس. بدي انزل على لبنان شوي. شايفين الجو العام بلبنان قد ايه صعب بهذه الفتره؟ وبعرف انه لبنان غالي عليكي وبيعني لك. شو عندك تقولي عن هذا الموضوع؟ انا قعدت شهر ونص بصور هناك. ورحت انا طول عمري بروح بيروت، وبروح وبعد ما بروحش اقعد يومين ثلاثه، بروح اقعد شهر. ورحت في كل الشهور، فعارفه الحر وعارفه الرطوبه عامله ازاي. يعني هنا عندنا في مصر درجة الحرارة حر أكتر، بس ما عندناش الرطوبة دي. أنتوا كلبنانيين أنتوا متعودين عليها، أنتوا عارفين تتصرفوا إزاي في الصيف تطلعوا فوق. إحنا بنصور، فإحنا أنا ما عنديش الرفاهية أن أنا أقول لا أنا مش عاوز أقعد تحت. متنا. أنا كنت هناك جولاي وأوغست، وأصعب أصعب شهرين. حر والرطوبة وإحنا لابسين شتوي. متنا. ما فيش كهرباء ولا تكييفات ولا فيش كهرباء، فما فيش تكييفات. يعني عشتي الوجع اللي عم بيعيشه الشعب اللبناني. شو بتقولي لهم بما انك عشتي؟ عشت. انا شعب لبنان ده قريب مني وبحبه وبحترمه قوي قوي قوي، لان في وسط كل اللي هم فيه اتحكوا خدوا مين، محدش يقول لك لا، كلامهم عسل على الصبح يعني. وهو في وسط مشاكله برضه بيعرف ان هو يبقى انسان لذيذ وبيضحك في وشك. عندي احترام كبير قوي لشعب لبنان، ومتضايقه على اللي بيحصل. وانا لو عليا اتكلم كتير على القضيه بتاعتكم، بس دي مش قضيتي. انا سايبه الكلام ليكم. لا نحن معتبرينك لبنانيه على كل حال، يعني اتكلمي. لا يعني انا متضايقه من اللي بيحصل. اتس نوت فير. يعني لو عليا عاوزه لا خلصونا. ايوه يلا بقى خلصونا من الناس اللي بتعمل الغلط. كونتي صداقات مع الوسط الفني اللبناني؟ عندك صداقات ما دول الممثلات بس، يعني ممكن مغنيين، لانه المغنيين اكثر عندنا بلبنان والمغنيات. طبعا اعرف ناس كتير منهم. من زمان تعرفت على نوال الزغبي، تعرفت على وائل كفوري. كانت عم بتقلي على فكره على الفستان اللي لبستيه بالافتتاح، عم بتقلي كنت عم بحضر الافتتاح شيرين رضا قمر. حبيبتي حبيبتي. اي لاف هيدا. الست بتشبهك بقوتها وب طبعا ست قوي. شيز ا كانسر زيي، احنا الاثنين كانسر. ف مين كمان غير نوال؟ وائل كفوري. يا ربي مش عاوزه انسى حد دلوقتي، انا ما عنديش مخ قد ما حكيت اليوم. بالظبط. فلا كونت صداقات غير الفنانين من الناس، من اهل البلد بتوعكم، وصداقات عزيزه على قلبي جدا. يعني انا على بالي هذا اللقاء ما يخلص، يعني اقعد ساعات، بس انا عارف شو صاير فيكي، فاكتفي بهدول واقول لك ثانك يو، هوب تو سي يو فيري سون في بيروت. ببيروت ان شاء الله. ودائما مبسوط اني التقى فيكي وقابلك. حبيبي انت. ثانك يو كثير. ميرسي. تقمص الشخصيه الصعبه، عدم الاعتماد على الشكل الخارجي، التمكن من الادوار التمثيليه، هن بعض نقاط القوه اللي بتمتلكهم شيرين رضا، واللي جعلوا منها رقم صعب بالسينما المصريه. على امل تكون اكرم بعدد الاعمال اللي بتقدمها وبتشارك فيها، لان الجمهور دائما بحاله حب وشوق لها ولادوارها المميزه ولادائها الراقي والكلاس. في الاول هعرض عليه الشقه الغاليه، اغريب مواصفاتها، وخليه متخيل انها بالسعر اللي هو محدده. واول لما الاقيه بيحلم ان هو خلاص عايش فيها، اقول له السعر الحقيقي.